الحبيب المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين زقوا العلم زقا وحملوا الرسالة من بعده حقا، وعلى أصحابه المنتجبين الذين اتبعوه علما وفقها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يريد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة أن يبين للإنسان كيف تكون طريقته في الكلام، والتي ينبغي أن تكون مرتكزة على أساس الأسلوب المهذب، وذلك لأن المنهج الأخلاقي القرآني يريد للإنسان أن يكون مهذبا في كلماته وفي كل حديث من أحاديثه مع الآخرين الذين يعيشون معه، فيختار من الكلمات الكلمة الأحسن والأفضل، الكلمة التي لا تسيء إلى سامعها، بل يختار الكلمة التي تحاول أن تفتح قلب المستمع وتحتضن مشاعره، لأن الكلمة هي رسول الإنسان لأخيه الإنسان. فالإنسان يعبر بالكلام عما في نفسه، وكأنه يرسل رسالة إلى السامع، وبذلك يمكن أن يربح مودته وصداقته. إن الله تعالى يطلب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية أن يوجه الناس إلى أنهم إذا أرادوا أن يتكلموا في البيت مع العائلة أو مع الناس في المجتمع، فعليهم أن يختاروا الكلمة الأحسن التي لا يملك الشيطان أن ينفذ من خلالها، وهذا ما يعرف بنزغ الشيطان، أي أننا لا نعطي مجال للشيطان أن يدخل فيما بيننا من خلال الكلام الذي نوجهه للآخرين. طبعا هذا الكلام الذي ينزغ فيه الشيطان يولد حالة العداوة والبغضاء والبعد بين الناس من خلال ما قد ينجم من الكلام السيء من آثار سلبية. أيها الأخوة والأخوات، هناك عناوين أراد الله تعالى أن يبتعد عنها الإنسان وأن لا يمارسها، منها السباب، بأن يسب الإنسان الآخر ويشتمه نتيجة عقدة نفسية فيما بينهما، أو بسبب الاختلاف في الأفكار والاتجاهات أو المذاهب أو الأديان أو في أي جانب من الجوانب الأخرى. فالله تعالى لا يريد للإنسان أن يأخذ بأسلوب السب في تعبيره عن مشكلته مع الآخر، بل أراد له أن يختار الكلمة التي تحفظ للإنسان الآخر كرامته واحترامه لنفسه، حتى لو كان يختلف معه في أي أمر من أمور المذهب أو الدين. وإلى ذلك أشار علماء الأخلاق إلى أن السباب على ثلاثة أنواع. النوع الأول: هناك سباب المؤمنين بعضهم لبعض، كما في أن يسب إنسان أهل بيته فيسب الرجل زوجته، أو بالعكس، أو يسب الأب أولاده، أو يسب الناس في المجتمع، أو ما إلى ذلك. والنوع الثاني من السب أن يسب الإنسان الذين يختلفون معه في المذهب، كما في الخلافات بين السنة والشيعة فيسب السني الشيعي ويسب الشيعي السني أيضا، أو يسب الشيعة أنفسهم عندما يختلفون
أن يسبوا السن أنفسهم عندما يختلفون في انتماءاتهم. النوع الثالث هو سب غير المسلمين، سواء كان في المجتمع الملحد أو المشرك أو في المجتمع الكتابي. فقد يسب إنسان مسلم من لا ينتمون إلى الإسلام، وهذا غير مرغوب عندنا في ديننا الحنيف. ولكن يا ترى ما هي عواقب السب؟ تطرقت النصوص الإسلامية إلى هذه المسألة التي تحصل بين الناس. ففيما يتعلق بالنوع الأول، سب الناس بعضهم البعض، فعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المؤمن فسوق، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. فكل من يسب المؤمن يقع في الفسق بحسب قول رسول الله. والفسق هو خروج المؤمن من دائرة طاعة الله ويدخل إلى دائرة معصية الله سبحانه وتعالى. وغيبة المؤمن تمثل أكل لحمه فذلك معصية، وأكل ماله بالباطل حرام كحرام سفك دمه. وفي الحديث عن الباقر عليه السلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوصني يا رسول الله. فكان فيما أوصاه أن قال: لا تسبوا الناس فتكتسبوا العداوة بينهم. وهذا الحديث غير مخصص بسباب المؤمن لأخيه المؤمن، بل بسباب أي إنسان موجود في المجتمع الذي يعيش فيه المسلم. وإنما فيه توجيه بأن لا يأخذ الإنسان بأسلوب السب في خلافه مع الآخر، لأن السب قد يجعل الإنسان الذي تسبه يحمل لك العداوة في نفسه، لما يمثله ذلك من هتك لحرمته وإهدار لكلمته، وهو ما لا يتحمله الإنسان الذي يحترم نفسه. وعن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: وقد سئل في رجلين يتسابان ما حالهما؟ قال الإمام عليه السلام: البادئ منهما أظلم، وزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم. وفي الحديث عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أن اللعنة إذا خرجت من صاحبها ترددت بينهما، فإن وجدت مساغا وإلا رجعت على صاحبها. يعني احنا ما نلعن واحد من الناس، هذه اللعنة تتردد بين اللاعن والملعون، فإذا وجدت لها طريقا حقا أن يلعن هذا الإنسان فتروح اللعنة. أما إذا لم تجد له مساغا، يعني ما هو إلى طريق معبد إلى هذه اللعنة، فترجع اللعنة على اللاعن. وعن أبي حمزة الثماني قال: سمعت الإمام أبا عبد الله جعفر الصادق يقول: إذا قال الرجل لأخيه المؤمن أف خرج من ولايته ودخل في ولاية الشيطان. أي أن هذا الإنسان الذي يقول للمؤمن موسى بس قال له أف، خرج من ولاية الله ودخل في ولاية الشيطان. وإذا قال أنت عدوي كفر أحدهما. ولا يقبل الله من مؤمن عملا وهو مضمر على أخيه سوءا. الإنسان الذي يضمر على أخيه الإنسان أي سوء أو حقد أو بغضاء فعمله مرهون بالعفو من هذا الشخص المظلوم. فعمل أي عمل يقوم به فهو محجوز إلى أن يحصل على الرضا من الذي أبغضه ولم يحبه. هذا فيما يتعلق بالسباب والشيطان في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه فينظف لسانه من أي أسلوب من أساليب الشتم والسباب، لأن ذلك سوف يجعله مستحقا لغضب الله تعالى.
أما النوع الثاني من السب الذي هو السباب الذي يكون نتيجة الخلافات في المذهب أو الانتماء، فإننا نجد أن الإمام علي عليه السلام وضع منهاجاً للتعامل مع هذه المسألة، فنحن نعرف أن علي عليه السلام واجه الحروب والمشاكل بعد أن آلت الخلافة إليه، من حرب الجمل إلى النهروان إلى صفين، بحيث لم يتركوا له فرصة لتنفيذ مشروعه الإصلاحي والتوجيهي الذي يرفع من شأن الأمة. ومع ذلك نجد أنه عندما سار بجيشه لقتال معاوية في صفين وسمع قوما من أهل العراق يسبون أهل الشام، وقف فيهم خطيبا وقال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، أي لا أريد لشيعتي أن تكون طريقتهم في التعبير عن مشاكلهم مع الآخرين عن طريق السب، لأن السب كما يقول الإمام لا يرجع لك حقا، مهما تسب حقك ما يرجع، ولا يحل المشكلة بل يزيد العداوة والبغضاء. والإمام يعلل لهم لماذا نهاهم عن السب بقوله: ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم. ما عليكم بالذوات، الذوات الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف داخلنا، لكن عليكم أنه شنو تظهرون أعمالهم، ماذا يعملون، تصفون حالهم، أي أن عليكم أن تتحدثوا عن تمردهم على الشريعة وإساءتهم في الواقع الإسلامي وعن مواقفهم ومنهجهم في الحياة وكشفهم، وخصوصا الذين يستتيرون بغطاء الدين والدين وراء منه. ويواصل الإمام علي عليه السلام في توضيح ذلك: كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. فالإمام علي عليه السلام هنا يرفض أن تنطلق حالة الحقد والبغضاء ضد المسلمين حتى لو نختلف معهم في المذهب والاتجاه، ويرفض أيضا أن نعبر عن ذلك بالأساليب السلبية، بل يريد للمسلمين أن يفتحوا قلوبهم ويرجعوا إلى الله ليطلبوا منه تعالى أن يحقن دماء الجميع ويصلح بينهم، لتكون القاعدة في علاقات المسلمين بعضهم ببعض هي القاعدة الوحدة والمحبة والعفو والتسامح. أما النوع الثالث من السب وهو في علاقة المسلمين بغير المسلمين، فيقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي الذين يعبدون غير الله، فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن الفعل كما تعلمون القاعدة تقول لكل فعل رد فعل، أنت تسب هم أيضا يردون السب على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فترى ندخل في مشكلة أنه هيئنا ناس يسبون الله سبحانه وتعالى بسبب سبنا لهم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، كل واحد يرى عمله هو الصح وغيره هو الخطأ، وكذلك زينا لكل أمة عملهم، فكل أمة ترى أنها على الحق، ولذلك علينا أن نمتنع عن الأساليب التي تثير دود الفعل السلبية من قبل الآخرين على كل مقدساتنا وأوضاعنا. هذا هو المنهج الأخلاقي الإسلامي التربوي، وعلينا أن نأخذ به حتى ننطلق بالخط الأخلاقي الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسير أمته عليه، وهو القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالإسلام أخلاق كله، أخلاق في كل مواقعه، أخلاق في كل شرائعه، أخلاق في كل أوضاعه، أخلاق في العسر واليسر والضراء والسراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين ساداتنا وأئمتنا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك قريب مجيب الدعوات، إنك ماحي السيئات، إنك ولي الأعمال الباقيات الصالحات، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، ويكفي للمؤمن عزا أن يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. تتناول هذه الآيات المباركات طبيعة الإنسان، طبيعة قلقه عندما يتعرض إلى البلاء في حياته. يتحول هذا الإنسان بمجرد أنه يواجه مصيبة من مصائب الحياة إلى إنسان خائف حاذر مستجير مستكين، يحاول أن يتخلص مما هو فيه بأي طريقة كانت، وخصوصا عندما يدرك أنه محاصر بالآلام وليس هناك أحد ينقذه من تلك المحنة. عندئذ لا مفر له من ذلك إلا أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فيخاطب الله تعالى نادما: يا ربنا لئن أنجيتنا من هذه الشدة، وضوع الآية، وأخرجتنا منها إلى العافية والسلامة فإننا سنعبدك ونطيعك ولن نخالف أوامرك. فعندما يرفع الله سبحانه وتعالى هذا البلاء وهذا الشدة عن هؤلاء أو هذا الإنسان ويعودون لما كانوا عليه، يبقى بعضا منهم في خط الاعتدال وهم القلة، ولكن الكثير منهم في هذه الحالة يغدرون بمواثيقهم وينقضون عهودهم مع الله سبحانه وتعالى. وهذه حالة عامة نعيشها في كل وضع يشتد بنا، حتى إذا فرج الله عنا ذلك فإن بعضنا
ينسى الله سبحانه وتعالى. لذا في القرآن الكريم يريد منا من خلال هاتين الآيتين أن يعمق الإنسان إيمانه بالله سبحانه وتعالى في نفسه، سواء في حال الرخاء أو في حال الشدة، لأن الإنسان إذا كان منعم بالأمن والرخاء والصحة وهو في ذات الوقت نسي الله وعاش الغفل عنه، فمن ذا الذي يؤمنه من مكر الله الذي يزيل عنه كل ذلك في لحظة واحدة لو أراد الله ذلك. وكما أنه محتاج إلى الله في حالة الشدة ليزيلها عنه، فالإنسان كما أنه محتاج إلى الله أن يحفظ له حالة النعمة التي يعيش فيها، محتاج إليه أن يزيل عنه آلام البلاء. بعضنا قد يغفل ويخيل إليه أنه ما دام في عافية وأمن ورفاه وصحة وسلامة فإن الأقدار لا تقترب إليه ولا تزحف البلايا إليه، بل وقد يعتقد البعض أنه يملك القدرة على البقاء والاستقرار في النعم والعافية، ولكن الأيام بيد الله يداولها بين الناس، فيوم لك ويوم عليك، ويوم يسعد فيه الإنسان ويوم يشقى فيه. وهذا ما بينه الإمام علي عليه السلام بقوله: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر، وإن كان عليك فلا تضجر، فكلاهما سينحسب بإذن الله. وهذه الحكمة تعطينا درسا أن الحياة لا تستمر على وتيرة واحدة، فعلى الإنسان أن لا يغتر بنعم الله تعالى فيأمن من مكره وبلائه. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فكما أن الله تعالى أوجدك من نطفة ثم إلى علقة ثم إلى مضغة ثم كسى العظام لحما، فصرت خلقا تنتقل من الطفولة إلى الشباب إلى الشيخوخة والكهولة. وكما أنه يركبك في أي حالة حسب مشيئته، فإنه كذلك يضعك في يوم تغنى فيه وآخر تفتقر فيه، أو في يوم تمرض فيه وفي آخر تشفى منه. فالإنسان في كل حالة من تلك الحالات يبقى معلقا بإرادة الله تعالى، فالنعمة بيده والشدة بيده. ومن هنا ينبغي على الإنسان أن يربي إيمانه في عقله ويربي وعيه لآخرته، بحيث يثبت الإيمان عنده كثبات الحياة في جسده. فالحياة على مدى عمر الإنسان المحدود تبقى موجودة في حالة الصحة وفي حالة المرض، كذلك الإيمان يبقى في عقل الإنسان ووجدانه في حالة الشدة وفي حالة الرخاء. وفي هذا يقول الإمام زين العابدين في دعائه عند الشدة: واجعلني ممن يدعوك مخلصا في الرخاء دعاء المخلصين المضطرين في الدعاء، أي أني يا الله يا رحمن يا رحيم أدعوك في حال الرخاء وفي حال الصحة والسعة والأمن والغنى، مثلما أدعوك في حالة الفقر والخوف والبلاء. إلى ذلك يقول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. تلك حال العبادة المهزوزة المهتزة والطارئة، حال الذي يقف على حافة جبل أو حائط فإذا مرت به الريح فإنها ترميه إلى الهاوية، فإن أصابه خير الله نجاه من هذه الحالة الذي هو واقف على شفا حفرة، فإن أصابه خير أي مشت الدنيا معه وأقبلت عليه وحصل على الخير الوفير اطمأن به، اطمأن في ذلك
في ذلك الحال وقال خلاص الله راضي علي وبعد ما يجيني البلاء ولا أشوفه، أي اطمأنت نفسه وارتاحت. فنسي الله تعالى وإن أصابته فتنة أي بلاء وشدة انقلب على وجهه. شو العاقبة؟ خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران. أعظم خسران للإنسان أن يخسر الدنيا والآخرة ويحشر يوم القيامة من المفلسين الذين تذهب حسناتهم كلها قبل أن يحشر. ولكي لا يسقط الإنسان في امتحان الغنى كما لا يسقط في امتحان الفقر، فإنه يطلب من الغني أن ينضبط فلا يسرف، بل أن يشكر ويعطي مما أعطاه الله، ويطلب من الفقير أن لا ييأس وينحرف بسبب فقره، بل أن يصبر، فلعل الله يبدل حاله بأحسن حال منها. فلذلك قد ينجح الإنسان في بلاء الفقر، عليه أن يصبر فلا يعصي الله نتيجة فقره. ولكي ينجح الإنسان في بلاء الغنى عليه أن يشكر ويصبر على الغنى لكي لا يجره الغنى إلى معصية الله تعالى، بل يطيعه فيما أطاعه. فقد جاء في الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام أنه سئل عن أحسن معاشا، أحسن معاش الإنسان يحصل شنو؟ فقال عليه السلام: من جعل معاش غيره في معاشه. وعن أسوأ الناس معاشا فقال عليه السلام: من لم يعش غيره في معاشه. يعني المعاش الذي نحصل عليه نجعل قسما منه معاشا لمن للمحتاجين، معاشا للفقراء، هذا هو أحسن المعاش. رحم الله امرئ من جعل معاش غيره في معاشه، أن لا ينسى حقوق هؤلاء المحتاجين والفقراء، يجعله هما يحمله إلى معاشه فيعطيهم مما أعطاه الله. وأسوأ معاش أن الإنسان يغفل عن الفقراء ولا يعطيهم شيء مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وذلك الإمام يعتبره أسوأ الناس معاشا. وفي حديث آخر عن المعصوم عليه السلام أنه قال: إلهي اليوم الذي أجوع فيه لأتضرع إليك وأدعوك. اليوم اللي أجوع فيه أنا متضرع إليك يا ربي، خاشع خاضع لك، واليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السنة الجديدة سنة رفع الغمة والحسرة عن جميع عباده، وأن يجعلها سنة خير وبركة وسعادة على الجميع وعلى جميع الإنسانية، ويرحم الأموات والشهداء جميعا، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه وبلاء. آمين اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.